السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وسام، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. لك هيك هون غير فرق الموضوع، مو فرق. انتم مستغربين انه اول شيء ما كنت انا موجود، الكرسي هو اللي كان عم بيحكي، فمثل ما شفتوا كرسي جديد يا شباب، كرسي جديد صار في عنا. يعني لازم الكرسي الجديد، يعني تطلع بتعرفوا بما انه كرسي جديد فالكرسي بيحكي. مو انا اللي سويت المقدمة، الكرسي هو اللي سوى المقدمة، انا ما لي علاقة لك. هيك هو يعني شيء مريح يا اخي، شيء ظريف. فيعني اللعب بيتغير، صار في عنا حجة جديدة انه كرسي جديد ما بنعرف نلعب، فالامور كلها تمام. يعني يا شباب صار عنا كرسي جديد، باركولي بالتعليقات عشان تستنى يا حبيبي. وبما انه جبنا كرسي جديد فاكيد فقرنا، يعني دفعنا لفوقنا واللي تحتنا حتى جبنا كرسي جديد يا شباب. فبفيديو اليوم رح افتح الخزينة تبعي، يعني حفوت على الشنتاية اللي جوات اللعبة وافتح الصناديق تبعها وخلينا نعوض شوي الخسارات يعني، بس مو اكتر. ورح حاول جيب سكين ليجند وسكين زودييك. ففيديو اليوم تبعنا بكل اختصار نفتح الشنتاية تبعنا نشوف شو حيطلع لنا. ما حيطلع لي شيء لانه انا عندي كل الابطال وعندي نص مليون شو بسموها هاي، ذهب، عملة، كوينز، هي تبعاتي اللي بتشتري فيها الابطال. فما حيطلع لي شيء مميز انا بالنسبه الي، بس راح نشوف شو حيطلع لنا وراح نجيب سكين ليجند وسكين زوجيك. فهي هي فكره الفيديو تبعنا لليوم، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تكون حلوه. هيك شويه تغيير يعني بالمحتوى، يعني افكار شوي، فكره من هون فكره من هنيك، نظبطكم الوضع شوي يعني. فاذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط اللايك، واذا عجبك الكرسي كمان حط لايكين عوض اللايك، واشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك، فعل زر الجرس عشان يصلك كل فيديو جديد. وهلا بلا ما نطول المقدمات اكثر، خلينا ننطلق للشنتايه ونفتح الشنتايه مع بعض. يلي ما عارف انو شنتايه عم نحكي، انا عم بحكي على هي الشنتايه الانفنتوري اللي هي هي، رح نستخدم كل شيء فيها، حنفضيها باختصار يعني، حنفضيها على الاخير. بس قبل ما نفضيها خلينا نشوف قديش معنا اوضاع ونقارنها بالنهايه. يعني هلا مثلا معي 536,000 كوين ذهب، يعني هدول كوين نقطه، هدول بتشتري فيهم ابطال، ومعي 42,000 بطاقه، هدول والله ما بعرف شو اسمهم انا هدول، بس انه يعني. فحنشوف في اخر فيديو قديش حيصير معي ونشوف هل منها فائده هي الانفنتوري. انا هي الشنتاي صار لي تقريبا سيزون كامل، اكثر من سيزون ما فتحتها، فصلى زمان يعني، صار لي زمان عم مخزنها لهيك فيديو لائق بكرسي جديد. كرسي جديد يا شباب، بكرسي جديد. ف خلينا نبلش. هلا اول شيء خلينا نفوت على التريال كارد، بما انه عندي كثير سكنات وكثير ابطال، فخلينا نفتح السكنات والابطال. خلينا بشكل سريع نحط له نيوز للكل يلي عندي اياهم. والله الفيديو طويل، هدول كتار يا شباب، شلون بدي اخلصهم؟ اخر تنتين يا شباب، اخر واحدة يا شباب، واخيرا خلصنا، واخيرا خلصنا بعد عناء طويل. تقريبا اخذ ما يقارب دقيقتين مدري 3 دقائق، يعني خلصنا من اكثر شغلة مملة. نجي للجد هلا. هلا هدول تبعات الاعلانات، في عندي 554 وكل وحدة بوحدة، كثير والله معذبين حالكم. عنا 118 ربع واحد نهار، شو بيساوي؟ طلعنا منهم 2000 تقريبا وتريال كاردات. اما جيدة نوعا ما، جيدة. وهي كمان كمالتون، نحط ماكس روح 1200 يا سلام، اجت العملة يا شباب، اجت العملة. هات شو بيطلع لنا منه، مصاري، كله مصاري. هات شو مين هاي تبع الماجيك، شو اسمه، ما لنا علاقة فيه. حيكون الفيديو شوي سريع لانه كتار الشغلات، نلحق نساوي كل شيء يا شباب. هات شو بيساوي، بطاقات، هاد شغلته بطاقات. هاد شو بيساوي، تريال كاردر، ها كمان تريال كاردر، عملة، عم تكفوت العملة يا شباب، عم نجيب حق له الكرسي. هاي شو، سريع، في ورانا شغل. ما في غير عم يطلع لي بطاقات وشغلات.
ما منها فائدة. مصاري والله لو انه بحتاج صار معي 100,000 زيادة. لا مو 100,000 بلا اكتر 500,000 قديش كان ما باري حسبوه انتو قديش كان معي وقديش صار معي. انا ما حاسب لكم ياهم. شغلولي مخكم للرياضي للرياضي يعني للرياضيات. شغلولي مخكم فيها. هون شو هيطلعنا كلهم عملة ملاحظين انه بس عملة بس مصاري عم يطلعنا. هاي هلا هيك شغلات جديدة ريال كاردات لريكول وقصاص ايموجيات. هون شوفي هون. طب شي صندوق على الايمة يا شباب. شي صندوق. هاي شو ترانسفورمر سيكت. ايش قديش قديمة هاي يا محمد. قديش قديم هذا الصندوق تبع المتحولين يعني خالص الايفنت تبعهم خالص. شو هاي. لا نسينا نشوف شو هي. هاي شو نانا سكن نانا. هاي خليك لاخر شي. هاي جواهر جواهر عملة يا شباب. حلو رمال ذهبية يا شباب. مين ما بحب الرمال الذهبية مع انه لونه نهدي. اذا ما بتحب الرمال الذهبية اللي عملة. لا هدول انتي خليك اخر شي لنا. والله عملة عملة عملة. شو هاد عملة كتير رمال ذهبية يا شباب. شغلة نادرة. ايش 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 ايش. يعني الامبلم لو ما عندي اياها ماكس كانوا هلا صاروا ماكس. هاد صندوق بس رمال ذهبية. والله شي ظريف. لا فتحنا واحد بس بالغلط. والله شي ظريف. هذا شو رمال ذهبية يا سلام. شغلة على الاخر شغلة فوقانية. فضية الشنتاي يا شباب. هذا اكتر شي عندنا منه 600 صندوق. حلو الودية 3000 كل شي عندي منه. دول تريال كاردات للابطال شكلهم. يب هيرو تريال كارد. عرفت والله لانه ما بيطلع لنا شي غير مصاري. والله الابطال اكيد كلياتهم عندي اياهم. اوح اوح عطية. فضية الشنتاي يا شباب. رمال ذهبية لك احلى شغلة بالحياة في الرمال الذهبية. شو هاي طلع لي سكين. طلع لي سكين من صندوق. كيف هيك سكين سن سكين كيمي من صندوق كمان. شو الصندوق هذا اللي بيعطي سكنات. والله شي ظريف. هذا الصندوق اعطاني 3 سكنات و 235 من رار سكين فراغمنت. ايش في جوا هذا الصندوق. لكن لازم نحفظه يا شباب. ما حفظت شكله انا. انتوا رجعوا بالفيديو واحفظوا شكله. انا ما دخلني. استفيدوا. عم بعطيكم الفائدة انا هون. لا نجي للشيء المضمون. 400 من هدول بيطلعوا 79 جوهرة. حلوين حلوين كتير 79 جوهرة. شغلة فخامة على الاخر. خلصنا من السنة دي. شوفي هلا هون. امبلم معي صار قديش هدول 101 يعني 120 قديه 100 قديش هدول. والله ما تعرفت احسب. ايش في 1900 اشوفي قد ايه 10,000 وعشرين شلون 100 و2000 هي 100 و2000 رمال ذهبية يا شباب. يلي بده حاكيني على الخاص ببعث لك اياهم. يا ريت والله يا ريت فيني ابعتهم. والله بسوي جيف اوي على رمال ذهبية. شغلة فخامة بس ما فيني. والمشكلة انا الامبلم كلياتهم اللي عندي اياهم فل. شو بستفيد من خالتهم انا هذول. في متجر خصوصي لهيك شغلات بس انا شو بدي فيهم كلهم تريال كارد. ما بهم ما بهم ما بهم. خلينا نكمل شوف شغلات تانية. طب هي هون صناديق وينه. ليش مطالعين هون. هي صناديق هون. تعالي سكين. طب الثلاثة عندي هون. هون حي الله شي في شي واحد من بلاته. ليلى ما عندي. تعال ليلى. خلينا نجيب تريال كارد لليلى. والله الفيديو تبع اليوم طويل طويل وممل. لا ممل ما بعرف اذا ممل بس طويل. هات شو سكان كمان. اعطيني تبع كاجا. كاجا انا هذا ما عندي اياه متاكد يعني. تريال كاردات تريال كاردات. هات شي ظريف. خلصنا من ثاني صندوق. هات شو بيساوي اصوات. طب شو الاصوات. صوت فاني
صوت ليلى. صوت ليلى. Defend high ground, wait for me on my way. اتوقع الثلاثة عندي هون بس. دوت انجيج هذه يمكن ما عندي. ما عندي. تمام. هاتو اطار. شي ظريف نقل للاطار. هدول الشغلات اي ما تطلع لي انا والله ما باري. اي شيء اطار ظريف هيك فيهم. والله هذا شكله احلى شيء. ها هات لك. هات شوفي شغلات تانية فينا نصرفها. خال صين. هلا في عنا هون دقدوب. هاد لمين نبعته يا حذر كون؟ للقائد. ايها القائد اهديك ذبدوب بمناسبة صداقتنا وبمناسبة القيادة تبعك، فانا اهديك هذا الدبدوب. دارك انجل سير. اما بيطلع ايوه غيرت اسمك قائد. ليش ما طلع يا شباب؟ شوفي قائد انت هنا. هاي القائد هون. نبعت له هيك من هون بيمشي حال بيمشي حال. تعال روح قائد بدعمك انا بزبطك يا قائد عشان تعرف اني انا بحبك. بعطيك صندوق بعطيك صندوق بعطيك دبدوب عربون الصداقة تبعنا. طيب بعد ما خلصنا من هدول شو بقيان؟ منروح على الشوب. منروح على السكن. هلا سكن الزودياك وسكن الليجند خليهم لاخر شيء. في عنا شغلات تانية هون مثل هلا هون بالرير فراجمنت في عنا 1 2 3 هيك 5 6 سكنات معنا هون. في عنا 700. منجيب سكنين ثلاثة. خلينا نجيب تبع اكاي. اكاي حلو. وخلينا نجيب تبع 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 كلاود وتبع ايريسي. بيبقى عنا ثلاثة منجيبهم بالمستقبل ما في اي مشكلة. هلا خلينا نروح على المضمون. الفيديو صلي عم سجل 20 دقيقة يا شباب. شو هالفيديو الطويلة؟ هلا خلينا نروح على الشيء المحرز. الشيء الموز. الشيء اللي هيك يعني انه في منه فائدة اخر شيء للفيديو. اللي هو سكن الزودياك اول شيء. خلينا نروح نجيب سكن لانسلوت. شوفونا هالسكن الاكابر الحلو اللطيف الظريف. شيء حلو. خلينا نجيب سكن لانسلوت. وان مور على السريع. يلا سريع. اوكي خلاص. شو يوز ناو. يلا افتح صندوق بما انه فتح صناديق هذا اليوم. اسحب لي 5. اوكي نشوف بيكفوا ولا ندفع جوائز. ايوه فصلني. ايوه شلون يعني فصلت اللعبه؟ ما فهمت انا. رجعت اللعبه. ليتس جو خلينا نكمل. ان شاء الله يجوا معنا بدون ما ندفع جواهر. شي مرة هيك لا تستغلونا يا موبايل ليجندز. مرة واحدة هيك بالامر يكفوا الشغلات بدون ما ندفع جواهر من برا. قديش بقى لنا؟ والله مطولين لسه. للمية حطيت لنا سكن صح؟ 5. هي هي سحبة الامل. السحبة الخرافية المنتظرة. روح. الله عليك. سكن زودياك بيخوف. سكن زودياك بيرعب. جبنا سكن زودياك. شيء ظريف. شيء ظريف على الاخر. شيء ناهي. شيء بيخوف. جبنا سكن زودياك بدون ما ندفع ولا جوهره. متخيل بدون ولا جوهره يا شباب. دور سكن الليجند. هلا رحلي على سكن الليجند. عندنا 39 بقي. هلا هي 25 المفروض. 25 فتله والمفروض تطلع. ما بعرف اذا على ال 200 لتطلع او لا، بس صراحه ما حادفع عليها جواهر صراحه يعني. ف حلو طلع لي اللون تبع روجر. انا بتذكر انه طالع لي من قبل. معقول مطالع لي اللون تبع روجر؟ ايوه طلع لنا اللون تبع روجر يا شباب. انا والله مفكر انه عندي بس شيء ظريف. طلع لنا اللون تبع روجر. كمان 5 فتلات بيطلع لنا مصاري. كمان 5 فتلات بيطلع لنا ولا شيء. كمان 5 فتلات ولا شيء. 5 فتلات كمان ورا 5 ورا 5. طب 5 بندفع لنا شويه جواهر. ما في لازم نكملهم لل 200 هذول. قديش بده يكلفنا الموضوع اذا نكملهم لل 200؟ ما بعرف. خلينا نكمل هلا هذول اول شيء. في معنا كم فتله هون. هيك خلصنا نكون 270 ل 5 فتلات. هن قديش بقيان؟ 80 فتله. إذا قسرنا 80 على ضربنا 80. لا دقيقة شلون؟
80 رياضيات ماشي 80 تقسيم 5 قديش بيطلعوا 40 40 على شو عم شلون بحسبها انا شو عم بحسب والله ما اعرف ثاني هلا هنا 80 فتله شلون حسبت 40 وشو في الرياضيات تبكي بالزاويه بدنا 80 فتله اذا قلنا كل فتله كل 5 فتلات ب 270 كم 5 فتلات بدنا 80 تقسيم 5 قديش بيطلعوا يا شباب يا شباب قديش بيطلعوا يا شباب 80 آلي حاسبه 80 تقسيم 5 16 دقيقه ليش سكرت لي آلي حاسبه 16 ضرب قديش 270 4300 جوهره 4300 جوهره نجيبه رح نأجله شوي رح نأجله سكان الليجن رح نأجله شوي تمام رح نأجله للفيديو القادم مو الجاي يعني كم هيك كم فيديو لقدام او ممكن على بث مباشر ما بعرف هاي النتائج النهائية اللي صارت عنا شوفوا الارقام اللي فوق انتو اكتبوا لي بالتعليقات الفرق بين قبل وبعد يعني قديش كان معي ذهب من قبل قديش صار معي ذهب من جديد قديش كان معي تيكتات هدول بطاقات قديش صار ولا شغلولي مكون رياضي مثل ما حكينا باول الفيديو ضبطوا لي الامور مشان تعرفوا انه انا قناة فائدة مو بس قناة متعة قناة فائدة بخليكم تشغلوا الرياضيات اللي بمخكم تعذبوا حالكم شوي يعني تشغل مخك اللي صار له سنتين ونص ما عم يفكر موضوعك عندي يا حبيبي عشان تعرف انه انا مو بس للمتعة للفائدة والمتعة فاذا انت لهلا ما حطيت لايك ليش عم تستنى حط لايك واذا انت لحد هلا مالك مشترك وبعد هالفائدة هي كلياتها والمتعة اللي هي اللي هلا استمتعت فيها ما حطيت اشتراك بالقناة والله مشكلة يعني انت في عندك مشاكل انت عم تعاني داخليا وخارجيا ومعنويا يا حبيبي فاشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك لحد هلا وفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو فيب هذا هو الفيديو تبعنا اليوم بعرف انه كان هيك طويل شوي يمكن يكون ما بعرف هلا هو صار لي نص ساعه مصور انا ما بعرف شلون صار لي نص ساعه مصور بس نص ساعه صار لي عم صور فما بعرف قديش حيكون طوله وححاول اقصص شوي بالمونتاج سرع الوضع يعني زبط لكم الامور بحيث انه ما يكون كتير طويل ومثل ما حكينا حط لايك للفيديو اذا عجبك واشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك ولا تنسى الكرسي تبارك لي عليك بارك لي على الكرسي يا حبيبي وشوفكم بالفيديوهات القادمه سلام